الأسطورة، ست أساطير في حياة المواطن المصري. الأسطورة الأولى بتقول الطفل المصري أذكى طفل في العالم. My mother said to us. مين أس ده؟ إحنا زير. ده لان الشيلدرين بتوعنا بيتعلموا بالطريقه دي. القياسي نسخ ثاني. طب القياسي نسخ ثاني. ما افعاله افعل بيه. ما افعاله افعل بيه. انا اصلا اول مره نتعلم فيها انجليزي كنا ساعتها في اولى اعدادي، اول مره نتعلم فيها اي بي سي والحاجات ديت، فكان في الكتاب عندنا دايما واتس يور نيم ماي نيم از فرج، فانا كنت حافظها ازاي؟ واتس يور نيم ماي نيم از فرج باسم شرف. مش عارف اصلا كنت بحفظها اللي هو ايه حاجه على بعضها كده. هو الطفل دوت اللي زي يعني لما بيتحط في اختبار بيكون اصلا عامل كده، بيقول لك شوف تعمل لي بني اسماعيل بصديق، بيقول لك من هو الصديق؟ بتقول لي اخويا عبد العزيز. ماشي ايوه. بعد التفكير شو بتعمل؟ بعمل مهندس معماري. يا نهار اسود، ده اتعلم فين ده؟ الأسطورة التانية عندنا بتقول إن إحنا شعب متدين بطبعه، الأفراح بتبتدي بأسماء الله الحسنى وبتكون نهايتها عاملة كده. روقتها. الملحد عندنا لما بتتكلم معاه يقول لك إن شاء الله، لما بتضغط عليه بالكلام يحلف بالله، ولما بيعيا بيقول يا رب. الشيخ بتاع الجامع عندنا لما بيحب يدافع عن الدين بيقول كده، خلي بالك خلي بالك مين يا رب امك. لا يا اخوانا مش مخلي، اعلى ما بتلك ركابه. اللي بيكلمني بقول له كده، اروح امك اعلى ما بتلك ركابه. وهو ده وهو صغير كان شكله عامل ازاي. الأسطورة الثالثة بتقول إن إحنا شعب متسامح. أنتوا خاونة على إخوان المسلمين. أنتوا خاونة الإسلام. أنتوا خاونة الإسلام. أنتوا خاونة الإسلام. بنعرف نسمع بعض. والله ليا حذاء. لا 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 لا. والله العظيم أقسم بالله أمسح بيك البلاط. ليا حذاء ألبس. أنت يا عيني اتدمرت للدرجة. والله ليا حذاء ألبس. هي دي أخلاقكم. هي دي أخلاقكم. ليا حذاء ألبس. أنا مبسوط إنك بتعمل كده قدام الناس. هي دي أخلاقكم. تأدب. هي دي أخلاق. أنا أعلمك الأدب وأعلم جماعتك كلها. لا ومتربيين. قلنا له بعد اللي حصل لم الشراميط بتوعك دول. رد عليهم. كانوا بيتخوزقوا، كانوا بيطلعوا دين أمهم. الأسطورة الرابعة بتقول المصري بيشم على ظهر إيديه. الأسطورة الخامسة يحلف على المية تجمل. الأسطورة السادسة يفهمه وهي طيب. يا جماعة لازم نحافظ على الأساطير بتاعتنا، أنا من غيرها ما ينفعش نكون مصريين. يلا يا سمير التيشيرت بقى خلاص بقى ميه، هنطلع زي قدام الناس كده. رحلة عمري بفرح بجرح بحل بمر رحلة عمري أنا قد كل لحظة ألم لحظة ندم قد اللي راح كل اللي راح كل شوية تطلع لنا يا تامر.